السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوعنا اليوم راح نتكلموا على ردود الفعل وردود افعال جماهير نادي وسام على المردود الرائع للجوهره والفنان الجزائري سعيد بن رحمه، حيث ان اغلب الردود كانت مشجعه وكل ردود افعال الجماهير نادي وسام كلها مع تألق وسعيده بتألق سعيد بن رحمه، وفي نفس الوقت متعجبه من الامكانيات الرائعه والفنيات والمراوغات الرائعه للموهبه الجزائريه سعيد بن رحمه. حسب بعض الاراء جماهير وسط نادي وسام في تويتر، كاين اللي داير فرق، يعني كاين اللي يقول ما هو الفرق يعني بين بايات وسعيد بن رحمه، سبوت ذا ديفيرنس. انا بالنسبه لي الفرق بين بايات وسعيد بن رحمه من ناحيه البايات عنده مخالفات، يعني عنده لي كفرون من احسن من اروع ما يكون، عنده لي عنده مخالفات دقيقه جدا، لكن من ناحيه الفرق سعيد بن رحمه فنيات عاليه، مراوغات، ابداع، امتاع، بيج شو. ايضا مشجع اخر حتى الان يدير العرض، يعني قال لك راه يدير في الشو، يعني رانينج ذا شو سو فار. واحد اخر ايضا سكيلفول يعني ماهر. واحد اخر قال لهم عندي شغل حب بكر النهار يعني لسانيه وامضى بالرحمه، يعني بالرحمه قال لهم مثير المشاهده نتاعو، يعني لافينغ ذا ايرلي سينينغ اوف بالرحمه اكزاكتينغ تو واتش. ايضا دعنا نسمعها، يعني شغل نغمه موسيقيه هذا من اجل مويس، يعني ليتس هير ايت فور ذا مويس مويس. واحد اخر قال عليه ساحر ماجيكال. واحد اخر ايضا قال مراوغاته رائعه حقا، هيز دريبلينج از اميزينج. واحد شخص اخر ايضا مشجع اخر، نعم انظر للاعب فقط اعطيه الكره، يس لوك A player just give him the ball. وشخص اخر هنا يقول باللي هالر ما يليقش يلعب في، يعني صراحه هالر اللي تكلمت عليه بالامس البارحه لاعب راس حربه يضيع الكرات، ما يقدرش يغاردي البالون، ما يقدرش يغاردي البالون ولو دقيقه. انزع العصا انزع العصا تيك اوف هالر، انزع العصا هالر ستيك وبالرحمه للاعلى وادخل لانزيني. قال لهم يعني طلع بالرحمه ديروا في لافون سونتر وخرج ودخل ايضا لانزيني اللاعب الارجنتيني. لا استطيع التوقف عن رؤيته عندما يبدا في المراوغات اللاعبين السابقين في ملعب، يعني حبوا يشوفوا في ملعب كامل، يعني فول يعني ملعب كامل فول لندن ستاديوم، يعني ملعب مبتلئ بالجماهير، حب يشوفه هو يلعب يشوف المراوغات تاعه. هذا ايضا مناصر اخر، مراوغات عظيمة، لكن هذا هنا يعاتب نوعا ما بالرحمة بسبب الاحتفاظ بالكرة، يطلب منه انه ما يحتفظش بالكرة، وايضا اكثر يعني يطلب منه عدم الاحتفاظ بالكرة اكثر من اللازم، ويحتاج الى شخص اخر، يعني يحتاج الى رأس حربة اخر. هالر هذا كارثة صراحة، لو ما يرجعش انطونيو هالر هذا كارثة بأتم معنى الكلمة. شخص اخر التغذية يعني يمد لي بال بشكل وافضل من هالر، بشكل افضل من هالر. هالر صراحه هذا هالر كارثه باتم معنى الكلمه. ايضا شخص اخر او مناصر اخر لديه امكانيات حقيقيه، هي هاز ريال بوتنشنال، لديه امكانيات حقيقيه. دافيد سيلفيان هذا هو رئيس الفريق، هو اللي جاب سعيد بن رحمه، هو المالك النادي ويست هام. هذا شخص اخر قال لك دافيد سيلفيان سكوت اوف ذا يير، معناها الاكتشاف نتاع العام. هذا بالرحمه هو اكتشاف العام، ان شاء الله يكون اكتشاف العام، وان شاء الله نشوفوا سعيد بالرحمه يتالق ويلعب، يكون لازم يلعب اساسي لكي يتالق، يجب يعني مشاركته بانتظام، ان شاء الله يلعب اساسي وان شاء الله يتالق من مقابله الى اخرى من مقابله الى اخرى، ونشوفوه ان شاء الله في اكبر الانديه الاوروبيه. والتقينا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.